4 أشهر نافذة في حق مؤازري سي محمد بوصفاها. لا ما كناش متوقعين، لكن الرأي المحكمة راه كيما قلت لكم ديك المرة، راه الرأي السديد دائما المحكمة الموقرة، وحنا عندنا طرق الطعن ديالنا اللي كفينا اللي عطانا المشرع وعطانا القانون، حنا غنستنفذوها، لأن عندنا إيمان راسخ ببراءة المؤازر ديالنا اللي غنتشبتوا به لآخر رمق. محكمة مشكورة قالت الكلمة ديالها، حنا الحمد لله المشرع عندنا عطينا طرق الطعن ديالنا، وغنستنفوا بإذن الله الحكم ديالها، ونطلعوا على الحيتيات مهمين، طلعوا على حيتيات الحكم، وبإذن الله يجعل الله خير. وشوف دابا هنا غندخلوا في قناعة ديال المحكمة، حتى واحد ما يدخل في قناعة ديال المحكمة. المحكمة قالت الحكم ديالها، حنا بإذن الله غنستنفوا ونطلعوا على الحيتيات ديالو، ويبقى الأمر والرأي السديد للمحكمة المقرة. أنا ما راه عندنا غنستنفوا الحكم وغنمشيو لدرجة أعلى للتقاضي، ويجعل الله خير.